مشاهدين السلام عليكم، لاباس بخير هانيين مبارك عواشركم واسيدي تصوموا وتعاودوا ان شاء الله وتعيدوا وتعاودوا ومباركوا هذا الخير ديال الشتاء واسيدي الحمد لله. اليوم غادي بغيت نوريكم الطبيعه، شويه ديال الطبيعه. الحمد لله بدات الدنيا كتحيا. نوريكم اللوز، اللوز شي طينور شي داير قاب شي باقي الخروص سبحان الله العظيم. حتى هو ها حنا نبدا قدام ديال الدار ديالي، نقص العوينه ها البصله ها الشيبه ها التوته. غادي نقدم بلاصه اخرى ان شاء الله. ها البلاصه الحمد لله فين وريت لكم العود ديال الخبيزه، ها هو فين لحتو ذاك النهار، هو هذا ها الخير اللي وريت لكم ذاك النهار تينبت سبحان الله العظيم. الله يكمل، اللهم بارك، كتبنا سيدي ربي يكمل. ها الربيع جاي الحمد لله، ها الربيع جاي الحمد لله. اليوم 7 شهر 4 ما عقلتش تقدر واحد 15 يوم. هذه ما زدت ذاك الفيديو اللي وريت فيكم، وريت لكم فيه هاد العود وريت لكم هاد الزرع. احنا قاصدين العوينه كما قلت لكم ان شاء الله، ونوريكم العوينه واللوز والزيتون ويدير الله خير الحمد لله. سبحان الله العظيم كما قلت لكم ها اللوز اللي تينور اليوم 7 شهر 4 اللوز باقي تينور، راه ماشي غير وحده ولا جات. بقاو معايا انا غادي نوريو لكم شحال من وحده سبحان الله العظيم. وكاينه ديال قاب الاخرى، ماشي غير وحده ولا جات ولا ثلاثه ولا اربعه. ها بزاف بزاف ديال اللوز، راه تقريبا 2% ولا 3% ديال اللوز يلاه تينور. ما كان عطشان وكان الجفاف وما صاب القوه باش يطلع. ايوا انا غادي نوريكم وغادي نلعينو نوريكم الاخرينات، ونوريكم اللوز اللي هو غليظ زعما هادي. واسمحوا لي انا راه ديما العود، راه ما تفرقش انا مع العود، العود ولا الشويهات داكشي اللي عندي في البلاد. كيما قلت لكم ها اللوز اللي غليظ تبارك الله، ها هو في نفس الوقت شي تينور شي غليظ تبارك الله. ها انتم كتشوفوا سبحان الله العظيم، انما هذاك اللي الله تينور بحال كان داز ليه شويه السخونيه، داز ليه الجفاف، ما عندوش القوه ما باش ينور. هذا بحال صبر شويه وجمع القوه ديالو بداك النشنيش اللي كان داز ونور. اغلبيه ديال اللوز راه نور وطاح، 99% راه نور وطاح سبحان الله العظيم. فهاد السنين هاد الوقت راه كاع بحال هكا، راه قريب يفرك، هذا راه قريب يفرك، راه شهر 5 راه صافي راه تاكلوا الناس الفريك سبحان الله العظيم. كلشي من الله، كلشي من الله تبارك وتعالى. شتو الزيتون سبحان الله العظيم، ها بقى رقيق واخا بدات تعي ديك الشتا وعاودت بقى رقيق، ها هو طايح سبحان الله العظيم. شوف كي داير بحال التاس سبحان الله العظيم. شتوه ايوا الحمد لله كلشي كلشي ديال الله. ها الزيتون كيما قلت لكم باقي في الزيتونه تبارك الله، ها هو يلاه بان شويه مرا كان رقيق بزاف قل من الجلبانه كان، يلاه بان هذا الشيء سبحان الله العظيم. باقي شاد في العرس سبحان الله، والزيتون راكم عارفين راه تينور. ايوا الحمد لله الزرع جاي لك طب الله. ها الطبيعه الزرع ان شاء الله الا بغى الله، الا توخرت الشتاء وكاين المنزله بارده حتى حاجه عند الله ما واعره الحمد لله، كلشي عند الله قريب. ايوا نتمنوا من الله الخير، الخير عند الله راه كاين راه موجود، تبنا سيدي ربي لا يحافينا سبحان الله العظيم. ها الخروب، ها داير الخروب، واخا شتو واخا شتو هذا داير الخروب، راه ما الشجر كامل راه ما كاينش بحال الخروب. انا بعدا كنشاهدو في العام كامل، في العام كامل النوار ما تيتقطعش، شي كيطلع شي كينور شي داير سبحان الله العظيم. واش كاين الفرق ما بين نتا والذكر ولا الله اعلم. المهم انا في العام كامل راه الخروب تنشوفو كيطلع، هذا راه واخا شتو هذا داير هكا، راه كاين اللي تيخرج هذيا سبحان الله العظيم. ايوا العوينه ها هي، طلبنا الله الشتا ثاني على قد النفع
طيحوا تعاود ان شاء الله بحول الله باش زاد العين باش نوردوا الزيتون وغتغنى سيدي ربي لا يحافينا لا يرحم فينا على قدوسها وراه نقص فيها الماء بزاف بزاف وملي كتنوض راه الجعابي ما كيديوش الماء تبارك الله راه 96 95 راه عامره هاد الجعبه من هنا نايضه تبارك الله نايضه هنا راه كنملف السماء راه انا اللي جبت الفيسان الماء ما بادش هاد الجعبه انا اللي جبت الفاس وانا نتقب من هنا هنا عامر وهنا عامر سبحان الله العظيم انا اللي ثقبت تما وانا اللي ثقبت هنا 95 96 سبحان الله العظيم كلشي من الله سبحان الله لا يحافينا ايوا العوينه جات الايام ديال العوينه اللي كانوا الوالدين تيسدوها جوج مرات 24 ساعة تيطلقوها جوج مرات 24 ساعة الشارج ها هو ايوا دابا راه مكاينش هاد الشوية اللي عطا الله هو هذا ما بقينا دايرين ليه لا نبالة والو طلبنا الله تبارك وتعالى يحن فينا على قد النفع وتزاد العيون ورجع الماء لمجراه وطلبنا الله لا يحافينا ايوا الزيتون كما تشاهدوا راه تيطلع بغا ينور ولكن وخرت لكم بغا ينور راه غير حيت هذه كاينه على الشريج ها الشريج ها هو ها هذه هي اللي شافت عينيا كاع نزيد تطلع ما لا فر راه بغا يكرم الله يديك شي تاوي تاع الخير ايوا سبحان الله يكمل والله يرحم فينا على قد النفع يتحيا الزيتون ويتحيا الشجر ويتحيا كل شيء ايوا الحمد لله ورا في الله هذا الشيء اللي عطى الله هذا الشيء اللي عطى الله هاد الطبيعه انا وريتكم الزيتون وريتكم اللوز وريتكم كل شيء واللي شاف هذا الفيديو وبغى يشارك معنا يدير ابوني راه دازين الفيديوهات الاخرين راه جايه 30 فيديو ولا 40 ولا ما عقل وديما الجديد ان شاء الله ايوا مبارك عواشركم والله يعاونكم بارك الله عليكم.